من موسكو نروح لبرلين، وفي ألمانيا ارتفع أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبقى حصيلة العدد الإصابات في ألمانيا بشكل عام بقى 154,100 إصابة. العدد في نفس التوقيت، الحقيقة احنا بنتكلم على أنه عندنا عدد كل يوم بيزيد من الإصابات. يعني امبارح كان احنا بنتكلم على 151,100، احنا النهارده في نفس التوقيت بنتكلم على 151,700 اصابه بالعدوى. ولكن حتى الان برضو على ما يبدو انه هناك سيطره او سيطره على الوضع او على تفشي هذا الوباء في المانيا. لتفاصيل اكثر بينضم الينا من برلين الاستاذ احمد السيد الكاتب الصحفي. استاذ احمد، صباح الخير على حضرتك. يا صباح الفل. اهلا وسهلا. طيبه وكل الناس طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير، رمضان كريم. الله اكرم. عايزين نطمن حضرتك استاذ احمد عن الاحوال في المانيا. احنا بنشوف ما زال هناك يعني اعداد اصابات بالمئات بيتم اكتشافها بشكل يومي، ولكن يعني طبقا للتصريحات الوارده او الاخبار المتداوله انه بيتم السيطره على يعني على الوضع بشكل كامل في المانيا، والسيطره على هذا الوباء يعني بشكل كبير الى حد ما يعني. وطبعا يعني كلام حضرتك مظبوط، وفي تقريرك مع موسكو برضه انا شايف ان في تقارب دلوقتي، ولكن الوضع في المانيا يعني انا اعتقد انه مختلف تماما عن بعض الدول. هنا في التزام فعلا يعني من قبل المقيمين في المانيا، التزام يعني تقريبا. حضرتك تقصد تقول الشعب بنفسه، مش بنتكلم على القرارات الحكوميه، البشر. لا هو اقول لحضرتك حاجه، المستشاره الالمانيه الاربع اللي فات لما كانت موجوده او المؤتمر شكرت الشعب المقيمين في المانيا، هي شكرتهم ما شكرتش حد تاني، لان التزموا التزام بالتباعد الاجتماعي بيلعب دور كبير جدا جدا فعلا، وثبت علميا وفعليا ولكن صدر بعض القرارات من بعض الولايات. يعني المشكله ان في المانيا في نظام فدرالي. أيوة. نظام فدرالي يعني طبعا بيؤثر في حاجات كثيره جدا طبعا، وهو كويس، نظام كويس مش وحش، يعني نظام فعلا ممتاز، ولكن في الظروف اللي زي دي لابد يكون في التزام. فرؤساء الولايات اجتمعوا مع المستشاره واتفقوا على حاجه وهي اتفقت معاهم. بعض الولايات وهي يعني قليله، يعني ثلاث ولايات بس، راحوا نفذوا حاجات ثانيه طبعا، وهم يعني هذه الولايات هي اللي كانت المصدر الاكثر فيه او هي مصدر الاصابات المتزايده بشكل يومي. نعم 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 بالظبط، كلام حضرتك مظبوط. ايوه. وبعدين مثلا امبارح كان في مظاهرات على اي اساس؟ المظاهرات في المنطقه الشرقيه من برلين، معلش انا بوصفهم يعني، ببعض اليمنيين بالذات عاوزين يعملوا فوضى، يعني اللي هي النازيه جديده، وبعض من الناس طبعا دي حضرتك يعني عشان بس نكون بس نصلح المصطلح، التيار اليميني المتطرف هناك في المانيا. يعني ما انا عارف انتوا ما بتحبوش الكلمه اللي انا بقولها دي، انا اسف. لا 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 ولا يهمك. لا هنا سياسيين بيقولوها يعني طبيعي. ولكن هو التيار اليميني فعلا زي ما انتوا ظبطين قام بمظاهرات ولكن اوقفوها بسرعه. تخيلي في هذه الفتره، فتره بسيطه جدا يعني، ان اوضح برضه فوضى بره، ناس طلعت برضه على النهر لان الجو كان كويس امبارح، والنهارده ممكن تحصل نفس المشكله، بس اعتقد فيها ليها استعداد، وخصوصا في العاصمه الالمانيه برلين، دي مدينه. طب ماذا عن تخفيف الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه يعني؟ هو التخفيف بالتفاهم، يعني التخفيف هنا في اتفاق بان التخفيف فعلا بعض الاماكن تفتح زي ما حضرتك قلت قبل كده، وبعد التقارير وصلت ل 800 متر فقط مربع للمحل، عشان ما يكونش فيه اكتر من 15 واحد. وليه؟ عشان لو هو كتروا الناس جوه هيطلعوا على الرصيف بره هيبقوا كتير. يعني فيما يتعلق بالمطاعم او الكافيهات يعني. ولا دي محدش هيعمل في حاجه الا 4 5 الجاي، يعني هيطلع قرار ثاني جديد اذا هيسمحوا او مش هيسمحوا، رغم ان برضه امبارح كان في بعض المظاهرات ولكن مش بالبشر، بالكراسي. يعني حطوا كراسي المطاعم، حطوا كراسي طبعا في جميع الميادين في المانيا كلها، انهم بيحتاجوا عاوزين ويفتحوا الحاجات دي. طبعا المستشاره فاهمه، عندها فريق كامل جدا من المختصين، وطبعا اللي عارفين الوضع يكون في ايه. فطبعا النهارده اذا بتسيب الموضوع وتفتحيه على الاخر هترجع تاني المانيا مش هتقدر. المانيا كل اللي عاوزه توصل ليه
انها تتحكم في الموقف. هي عندها حوالي 70,000 سرير حالات صعبه جدا جدا، واخد بالها، العنايه المركزه بيسموها. وهنا طبعا عاوزه تسيطر على موقف بان يكون ما يزيدش عن 1% في العدوى. يعني كان الاول بيعدوا 1 2 وال2 4 وال4 5 زي ما انت عارفه، ولكن النهارده دلوقتي بيعدوا 1 1 بس، يعني ما بيزيدش اقل من 1 كمان. طب التجارب الـ يعني العلميه او الكلينيكال ترايل او التجارب الطبيه دلوقتي، احنا عارفين انه المانيا على وجه التحديد يعني فيها اكثر من علاج، اكثر من تجربه، يعني حتى الان لم تعلن الحكومه الالمانيه على دواء، عن دواء معين او بروتوكول علاج محدد هي بتتبعه، يعني في يعني محاوله منها للقضاء على هذا الوباء. لا هو في طبعا اعلان بعض معمل من بعض المعامل والمختبرات الموجوده في المانيا الاسبوع اللي فات، وده موجود في مدينه ماينز الالمانيه طبعا شمال المانيا. وده طبعا اعلن ان هو فعلا بدا في دراسه، فعلا بدا في دراسه، الدراسه اللي هي بعد الفحوصات على الناس من العمر 50 ل 55 سنه ويكونوا صحتهم كويسه مش عندهم المرض، بحيث ان هم عاوزين يطلعوا حاجه دلوقتي بداوا في الدراسه فعلا. امتى النتيجه بتاعتها؟ لابد ننتظر، ولو طلعت النتيجه نقول بعد 6 شهور، بعد كده يبتدي فتره التصنيع، وبعد التصنيع طبعا بياخد وقت. النهارده انت عاوزه مش اقل من طبعاً مليون يعني مصل في اليوم لابد ينتج. هي الهدف بالمانيا اللي هو عاوزين يثبتوا زي ما قلت لحضرتك، غير طالما ما فيش مصل هو ما فيش عمليه التهاب خالص اطلاقا. يعني دلوقتي بعد البودن او تقريبا كل الدوري الدرجه الاولى ابتدى دلوقتي يتمرنوا، لسه ما بدأوش المباريات بدون جماهير طبعا. يعني اذا انه يعني هنقول انه ان شاء الله باذن الله ربما يعني انه الاجواء الاحترازيه والوقايه في المانيا يعني تكون اقل حده يعني من السابق. بشكرك جدا الأستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي اللي كان بينضم إلينا من برلين.